دكتورة مها طلعت عبر الهاتف. دكتورة مها آسف الخط كان مشوش شوية. لا مفيش أي حاجة. حضرتك كنت بتكلميني عن آخر تطورات الوضع الوبائي عالميا وإقليميا بخاصة بكوفيد 19. بالضبط. الحقيقة كنت بقول أنه الأعداد المبلغة لمنظمة الصحة العالمية في الأسبوع الماضي تقريبا الأسبوع من 6 ل 12 سبتمبر أظهر أن في انخفاض في عدد الحالات الأسبوعية لأول مرة منذ شهرين. يعني معنى كده أن الترند العالمي للأعداد ابتدى ينخفض. وبالنسبة للإقليم كمان الحقيقة نفس الظاهرة موجودة. بالنسبة للإقليم شرق المتوسط اللي هو إحنا مصر فيه 22 دولة برضو في انخفاض عام في أعداد الحالات بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع اللي قبله، وبنسبة 8% انخفاض في الوفيات برضو بمقارنة الأسبوع اللي بعده اللي قبله أنا أسفة. وده طبعا بيدي إحساس إنه الحالات في انخفاض في الفترة اللي فاتت دي. ولكن احنا في مصر بنشهد ارتفاع في عدد حالات الإصابة في الفترة الأخيرة. بالضبط. هو أنا طبعا كنت بقول لحضرتك على فكرة عامة على الإقليم، إنما لسه في 7 دول في الإقليم منهم مصر لوحظ إن في عدد بيزيد الأعداد، سواء كانت أعداد الإصابة أو أعداد الوفيات على مدى تقريبا الأربع أو خمس أسابيع اللي فاتت. في مصر، في سوريا، في بعض الدول في الإقليم فيهم نفس الحالة. احيانا زي ما حضرتك عارف الموجه بتاعه زياده الحالات بتيجي في بعض الدول متاخره عن غيرها، يعني الدول الثانيه سبقتنا وابتدت تنحصر اعداد الحالات، فاحنا كمان ان شاء الله بعد فتره هنلاقي في انخفاض في اعداد الحالات الاصابات واعداد الوفيات. طيب خليني اكلمك على الخوف الرعب اللي بيصيبنا كلنا. طبعا احنا كنا خايفين من الكورونا في بدايته لان احنا ما كناش فاهمين حاجه، انما النهارده بدانا ايضا نسمع عن دلتا بلس ودلتا ولمبادا ومو وتغيرات جديدة بيطلق عليها أسماء لنفس الفيروس وتحورات جديدة له. هل بتتابعوا منظمة الصحة العالمية هي اللي بتكلمنا وانتوا المصدر الأساسي بالنسبة لنا في هذه الحالة علشان ناخد منكم المعلومات، ايه التحورات دي؟ تمام. أنا يعني زي ما قبل كده برضو أنا متأكدة أنه مداخلات كتيرة جدا أنه حضرتك من صفات الفيروسات هي التحورات. الفيروسات ليها تركيبات جينية معينة بترتيبات معينة وأعداد معينة بتحصل أن كل ما الفيروس بينتشر أكثر ما بين المواطنين هذه التركيبات الجينية بتختلف في نفس إطار الفيروس. كل ما تركيبة جينية بتختلف السيكونس بيختلف بيحصل تغير لصفات الفيروس. ممكن تبقى الصفات دي تبقى تضعف الفيروس وممكن تنتج عنها شراسة أكثر للفيروس. منظمة الصحة العالمية بتتابع هذا الموقف عن قرب، مش بس المنظمة، معاها مجموعات عالمية بتشترك فيها جميع الجامعات والهيئات العالمية لمتابعة هذه التركيبات الجينية والتحورات. لأن زي ما حضرتك قلت احنا عمالين من أول ما ظهر الفيروس الأصلي اللي هو سارس كوفي 2 دخلنا في ألفا وبيتا وجاما ودلتا، إنما إحنا بنقسم الحاجات دي لنوعين. بنقول في تحورات مثيرة للاهتمام يعني بنخلي بالنا منها والدراسات بتستمر عليها، علشان زي ميول اللي حضرتك ذكرته ده، ميول هو لسه تحت الدراسة لا يثير القلق، إنما في بعض التحورات زي دلتا أصبح النهاردة بنقول عليه هو variant of concern، يعني التغير أو التحور تغير مثير للقلق. بالضبط كده، مثير للقلق. ليه إمتى بيتحولوا هذه التحورات إنها تبقى مثيرة للقلق؟ لو كانت بتتبعها سلوكيات معينة بتزود الإصابة، سواء بتزود أعداد الإصابة زي دلتا أو بينتج عنها مرض أخطر برضه زي دلتا اللي أنا عايزة أدي بيه الإكزامبل. إنه الدلتا حضرتك زي ما إحنا كلنا عارفين بينتقل مرتين أسرع من الفيروس العادي، يعني أنا لو مصابة النهاردة أقدر أعدي 2 في نفس الوقت بدل ما كنت ممكن أعدي 1، يعني في سرعة انتشار أكتر. لما حضرتك هيبقى في انتشار أكتر هنتوقع إن النسبة اللي بتدخل المستشفيات أكتر، شيء طبيعي لو أنا عندي 100 مش زي لو أنا عندي 1000. كمان الحقيقة في دراسات جديدة أظهرت إن الدلتا فاريانت بيلازمه إن أحياناً المرض بيبقى أخطر، بيستدعي إن المريض اللي بيجيله الدلتا ممكن يدخل المستشفى بأعراض أخطر من السابق،
ومن هنا جت الحقيقه خطوره الدلتا فايروس.